بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات، هنحل معاكم النهاردة مراجعة كتاب جينيال من الكتب المهمة اللي احنا هنشتغل منها. فيها منزلة مراجعة كويسة قوي، ياريت نتابع مع بعض. هنبتدي مع بعض القطعة الأولانية، وبتقول كالاكتيفيتي اسك فو زيمي، يعني أي الأنشطة أنت بتحب. طبعا سؤال وعليه أكتر من إجابة من شخصيات، فده بنسميه أنكيت بحث أو سونداج استطلاع للرأي. مكتوب جاك بيقول لو ديمونش ماتا، يعني يوم الحد صباحا، جي في دو فوتبول افيك ميزا مي كوبا، يعني أنا أمارس كرة القدم مع أصدقائي. جيم بكو فيغ دو لاسكالاد، أحب ممارسة تسلق الجبال، إي دو لا روندوني والتجول. إجي سويفو، وأنا مجنون دو دلتا بلان بالطيران الشراعي. سامي دون دي سنساسيون فورت، ده بيديني أحاسيس قوية. خدين بالكم من كلمة فول اللي احنا قرناها دلوقتي، معناها مجنون بي أو شغوب بي. جي فوز انفيت ا السيير او موا إن فوا دون فوتر في، يعني أنا بدعوكم للمحاولة على الأقل مرة في إيه؟ في حياتك. ده طبعا بالنسبة للطيران الشراعي. مريم بتقول موا انا جي ني سوي با تري سبورتيف، انا مش رياضيه قوي. سبورتيف جي نيم با دي تو، انا لا احب اطلاقا الجري. جي بريفير مي بروموني تو لو جور، انا احب التنزه كل يوم. لويكند يعني عطله نهايه الاسبوع. جي لي دي رومون، انا بقرا روايات. او دي ماجازين، je regarde de films، أشاهد أفلام الحب. qui me font rêver، اللي بتخليني أحلم. par contre، على العكس، je ne regarde pas les émissions de télévision، أنا لا أشاهد برامج التلفزيون. je les trouve nulles، أجدها سيئة، يعني شايفة أن هي سيئة. اما بالنسبه الان بقى، فبتقول او برونتون في الربيع، جيم بيان فير دو جاردينج، افضل ممارسه الجاردينج اللي هي الحدائق. افيك ميز انفون جي لي مان شي ما مير، يعني انا اصطحبهم عند والدتي. اون ترافاي دون سون بوتاجير، يعني احنا بنعمل في البوتاجير اللي هي المبقله الصوبه، يعني بارسكو اون ادور لا ناتير، لان احنا بنعشق الطبيعه. جي موسي مي بروموني، احب ايضا التنزه. دون لي شام في الحقول، جي في دو لا فوتوغرافي، وامارس التصوير. سنه ثانيه بقى دي. مون ماري زوجي ام كوزوني، بيحب الطبيخ او الطبخ، يعني مواجي دي تيستسا، انا بكره ده بالنسبه لي. تعال نبص القطعه بقى. اول سؤال بيقول القطعة الثانية، ودي من كتاب جينيال طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا. مكتوب لو بيي دو جورمون، يعني بلاد المحب الاكل او الشارهين. طبعا احنا واخدين كلمة جورمون قبل كده، يعني شاره او محب الاكل. لا فرانس سي لو بيي دو لا موند، فرنسا بلد الموضة، وبارفون طبعا اللي هو العطور، وفن الطهو جاسترونومي، فن الطهو. لا كوزين فرانسيز، يعني المطبخ الفرنسي بيكون غني ومتنوع. لي بلا كلاسيك، الاطباق الكلاسيكيه، كوم لا سوب، زي شوربه البصل والكريب اللي هي الفطار. لي سبيسياليتي ريجيونال، يعني الاطباق الخاصه بالمناطق، زي لحم البقري الخاص بمنطقه اسمها بورغونيا. لي فروماج، الجبنه فيها اكتر من 30 نوع، 300 نوع. اما عندنا لاباجيت، ده طبعا مشهوره بيه فرنسا جدا، اللي هو العيش الطويل الفرنسي. لا نوفال كوزين فرانسيز، او لا نوفال كوزين، المطبخ الجديد الخاص بفرنسا، يعني اني ولد في بدايات اعوام 1970 من 1970. ليز اليمون سون كويت،
الطعام بيطهى سريعا. لي سوس سون موان ريش، وما فيش صلصه كتير. اي لي اسيات، والاطباق سون بيان بريزونتي، بتقدم بطريقه جيده. سي تون ساكسي مونديال، ده كان النجاح العالمي ليها. اما بالنسبه لكوزين نوفال، يعني المطابخ الجديده، الشباب الفرنسي بيفضلوا الفاست فود طبعا، الوجبات السريعه من الاصل الامريكي، والكباب من الاصل التركي كار سو جونر، لان النوع ده من الوجبات بيكون سريع بشر وليس غاليا. دبوي كالكيزون كالك اني، منذ بضعه سنوات المطاعم اليابانيه سونتا لامود بقت على الموضه. الي فرونسي ابريسي، والفرنسيين بيستحسنوا السوشي طبعا المشهور ده. تعالوا ناخد صح وغلط بسرعه. اول جمله مكتوب لا فرانس لو بي دي اكسبلوراتور سيلو لو دوكومون، يعني فرنسا بلد مستكشفين، ده حسب الوثيقة. غلط، احنا قلنا بلد الشرهين محب الاكل. يعني في الجملة رقم 2 ان يا بابو كو دو فرماج ان فرانس، مفيش جبنة، انواع جبنة كتير في فرنسا. الجملة دي غلط طبعا، ده 300 نوع ويمكن كمان 360 دلوقتي. في رقم 3 لا نوفال كوزين رياليزي ان جراند سوكسي، يعني المطبخ الجديد حقق نجاح كبير، الجملة دي صحيحة. في رقم 4 لو كباب دورجيني جيبسيان، الكباب من اصل مصري طبعا، الجملة دي غلط، ده من اصل تركي. في الجملة اللي بعدها مكتوب لي فرونسي الفرنسيين اونيمي، بيحبوا كتير المطبخ الياباني، الجملة صحيحة. في رقم 6 كل ريجيون، كل منطقة في فرنسا ان سبيسياليتي، ليها طبق خاص. الجملة هنا صحيحة برضو عندي. هنحاول نقرا القطعة دي سريعا ونجاوب عليها، انا حاسبها ليكم تجاوبوها، وحنبتدي بالقطعة اللي بعدها مباشرة ونشتغل عليها. هنبدأ في القطعة اللي قدامنا، ودي عبارة عن إيميل، والإيميل هنا فيه مكتوب دو من مارتين طبعا ماريون إلى ماريون. هركز قوي في القطعة اللي قدامي عشان صح وغلط طبعا. السوجي الموضوع بتاعنا فيغ إنجلاس، يعني عمل إيه؟ آيس كريم. سالي ماريون، تحياتي ماريون. انفان، اخيرا تي فا فير دو لا غلاس، اخيرا انت سوف او ستعملين ايس كريم. على ميزون، في المنزل. بور لا بريمير فوا، لاول مره. سي جينيال، ده رائع. بور فير دو لا غلاس، لعمل الايس كريم. جي ريبون ا تي كيستيو، انا هجاوب على اسئلتك، معناها انها بعتت لها قبل كده عشان تجاوب تسالها. بور لي زانغريديان، للمكونات. تدوا اشيتور دو لي، يجب ان تشتري لبن. يجب ان تشتري ايه؟ لبن. يبقى ناخد بالنا كويس قوي من كلمه لبن عندنا. يجب ان تشتري لبن، وايه كمان بقى؟ ها، دو لا كريم، وكريم. دي زوف، وبيض. دي سكر، وسكر. الفوق سي، يجب ايضا، يلزم ايضا. دفغ وي، فاكهة. طازجة. سيلون نومبر دو بيرسون، حسب عدد الاشخاص اللي قدام. طيب بور رياليزي، كلمة رياليزي يعني تدرك او تحقق او تعمل، عشان تقدر تحقق الايس كريم تعمله يعني. ست جلاس. ميلونج لولي، اخلط اللبن. لا كريم، لو جون دي زوف، صفار البيض. اي لو سكر، والسكر. اجود دي مرسو دو فريز دو بانان، يعني اضف قطع، كلمه مرسو احنا واخدينها قبل كده، قطع من الفراوله، الموز، اي فاكهه انت عجب. فيرس، كلمه فيرس يعني اسكب، ضع. لا بريباراسيون دون لا ماشين دو غلاس، المحتويات، التجهيزات بتاعتك في آلة الايس كريم. ابوي، اضغط. سيغ لو بوتون مارش، على زر التشغيل، على زر التشغيل.
en bas à droite de la machine في أسفل يمين الآلة. mix le mélange, اخلط الخليط ملو ميكس من 14 ل 30 دقيقة أو ماكسيموم حد أقصى يعني. مي لا جلاس ضع الآيس كريم دون لا فريجو في التلاجة بورينير لمدة ساعة افون دو لا سيرفير اي بون ابيتي قبل ما تقدمه وبالهنا والشفا. اي تاني لا ماشين ان تويلا اطفئ الآلة الماشين ونظفها افيك دو لا اوشود بالماء الساخن ابيانتو الى اللقاء مارتين. نبدا بقى اسئله الصح والغلط هنا. ماريون فا شيتير دو لا غلاس على باتيسريه يعني ماريون هتشتري الايس كريم من محل الحلواني جمله غلط ده هي هتعمله. مارتين دون لا ريسيت دو لا غلاس ا ماريون يعني مارتين بتعطي وصفه الايس كريم لماريون جمله صحيحه. بورفير دو لا غلاس الفو دي لي يعني لعمل ايس كريم الفو دي لي يعني يلزم لبن صحيحه الجمله. اربعه ليزو البيض ني سون با نيسيسير بور فير دو لا غلاس البيض مش ضروري لعمل الايس كريم الجمله هنا غلط طبعا. اون دو سيرفي يجب ان نقدم الايس كريم فرود بارد الجمله صحيحه. اخر جمله ان يا با دو ماشين دو غلاس يعني لا يوجد اله لصنع الايس كريم الجمله هنا. اوكي نبدا في حل المواقف. اول موقف لابد ناخد بالنا كويس مين اللي بيقول الموقف. فوتر مي صديقك بيسالك سيكو بوفي بريلو غيبا ماذا تشرب بعد الوجبه انت هتقول طبعا لابد اقدم حاجه شرب يبقى هاخد رقم سي على طول. في رقم 2 فو دي موندي انا مي يعني انت بتسال صديق او ال في دو في تي تي اين هو يمارس رياضه العجل. طبعا انا هقول طبعا رقم دون لي شام في الحقول او جيمناز ولا سيغ لو بيست سيكلابل ولا دون لي شام. لي شام هي الصحيحه هنا وركز وما اغلطش واقول بيست سيكلابل لان البيت طبعا بتاعه الطرق الايه الوعره. في رقم 3 بور بروبوزي لتقترح فوتر امي لصديقك لعمل دو فيغ لممارسه الكيتاسيون الفروسيه فبتقول له طبعا بقول له حاجه تبع الاقتراح يبقى ساتي دي وعندي كمان مونتي اشيفال ركوب الخيل ساتي دي ما رايك يبقى انا هاخد رقم بي هنا هي صحيح. فرقم 4 فو دوني ان كونساي انت بتعطي نصيحه انا مالي صديق بوري ترامبون سنتي عشان يكون في صحه جيده. طيب هدي له نصيحه اقول له يجب ان تتناول كثيرا من المنتجات السكريه ولا خد مواد دهنيه ولا كل قليلا من كل شيء. دي نصيحه المهمه قوي اللي هي خد قليلا من كل شيء او كل قليلا من كل شيء. في رقم 5 فوزان دي كي انت بتحدد او بتشير لصديقك سيكو فوزافي في ايير سوار ماذا فعلت امس مساء على ميزون في المنزل. لابد الجمله طبعا تكون داله على الماضي وبتعمل ايه. فانا طبعا هختار هنا رقم 5 هختار اول واحده جي سيرفي سيغ انترنت يعني انا تصفحت على الانترنت. صحيح الجمله الاخيره برضو في الماضي بس انا خرجت مع أصدقائي دي مش في المنزل. دكو في رقم 6 فوزي ما إني دي انت حبيت فكرة فانت بتقول ايه ساسي موش دي سيئة ولا ساتي دي نمي دي غيا فكرة دي ما تهمنيش ولا الفكرة دي رائعة. طبعا هختار رقم سي الفكرة دي ايه رائعة. في رقم 7 فو دي موندي افوترا مي انت بتسأل صديقك سون اكتيفيتي نشاطه على كومباني في الريف. هو بيقول انت بتسأله هو بيقول هيقول انا بزور المتحف ولا بيقول انا اطعم الحيوانات ولا هيقول انا بمارس الاسكالات. طبعا هي انا اطعم الحيوانات اللي هي رقم بي. في رقم 8 فو دي موندي انت بتسأل البوشير اللي هو الجزار عن سعر كيلو اللحمة فانت بتقول له ايه كم
كيلو انت تريد، انت عايز كم كيلو منه يعني، ولا فو زافي كان كور دو لا فيوند، فو زافي المفروض انت لسه معاك عندك لحمه، لسه عندك لحمه، ولا هتقوله صافي كومبيا سيلفو بلي، بكام ده من فضلك، صافي كومبيا سيلفو بلي يعني بكام هذا من ايه من فضلك. طبعا هنا هاخد الاخيره اللي هي بكام هذا من فضلك. في رقم 9 فو دي موندي ا فوتر امي، انت بتسال صديقك ها سيكو، اما تلاقي سيكو يعني ما او ماذا، ماذا يرتدي عندما الفي فرواد، الجو بيكون بارد، هو هيقول انا برتدي منطقي امبول هي الاولى طبعا اللي هي برتدي معطف وايه وبلوفر، طبعا قميص واكمام قصيره مش نافعه، وانا برتدي تيشيرت وشورت برده مش نافع. في رقم 10 فوتر امي فو دي موند، صديقك بيسالك، صديقك بيسالك كال ايكيبمون ايل فو بور جوير او باسكي، ايه المعدات، ايه الزي اللي هلبسه، المعدات اللي هاخدها في لعبه الباسكت. طبعا انا هدور على كلمه بال، يلزم بال، بال كره صغيره ما تنفعش، فولون، فولون دي بتاعه البادمنتون، ولا بالون، طبعا هاخد كلمه بالون هي الصحيحه اللي انا هاخدها وانا هبقى مطمئن ليها، ده بالنسبه للمواقف اللي هي قدام. طيب نكمل مع بعض رقم 2، المواقف اللي هي رقم 2 عندنا، اول واحده بتقول فو دي موندي ا فوتر مي بوركوا ال في دو تينيس، بتسال زميلك لماذا هو يمارس التنس، هيقول ايه ها، هيقول ايه بقى، هيقول اول واحده بارسكيسي تنس كالم، لانها رياضه كالم هاديه كلاسيك يعني، بارسكيوسي تانيس بور اكستريم رياضة عنيفة مش نافعة، بارسكيوسي تانيس بور نوتيك لان رياضة مائية، برضو كلمة مائية احنا عارفين انها مش مناسبة للموقف ده. في رقم 2 فو دي موندي فوتر امي، انت بتسأل صديقة سون بارفون بريفيري بور لا جلاس، يعني البارفون بريفيري بور لا جلاس، الطعم المميز للايس كريم بتاعه المفضل، يعني هو بيقول طبعا كالبو بارفون يا له من طعم جميل، ولا بيقول لا جلاس ديليسيوزا الايس كريم بيكون لذيذ، ولا جلاما لافغيز انا بفضله بالفراوله، طبعا هي اخر واحده جلاما لافغيز انا بفضله بالايه بالفراوله. داكو في رقم 3 فو دي موندي ا فوتر مي كال انيمال نو دون ديلي، يعني انت بتسال صديقك اي حيوان يعطينا لبن، هو هيقول طبعا هنا المواقف لذيذه قوي ومتنوعه، طب جينيال مقدم لنا مراجعه كويسه جدا وفي مراجعات كتير جدا ممكن نشتغل عليها، ولكن انا ما قريت جينيال لقيته حاطط افكار كويسه. ايه دي هو هيقول طبعا، طبعا الكنار ذكر البط، ولا شيفال الحصان، ولا فاش، طبعا هي فاش طبعا سي لا فاش انها البقره. في رقم 4 فو بريفيري لي سبور انديفيدوال، انت بتفضل الرياضات الفرديه، فانت بتقول انا بحب مشاهده مباريات الرجبي كره القدم الامريكيه، ولا جيم لا كورس ابيي، لا كورس ابيي طبعا احنا عارفين كورس ابيي يعني العدو او الجري، ولا جيم بريفيلو باسكي، طبعا انديفيدوال يبقى دور على رياضه فرديه هي طبعا الايه العدو او الجري اللي هي رقم بي صحيح عندنا. رقم 5 فو دي موندي، انت بتسال عن كوبان صديقه الفا او ايل في لي كورس، اين يتسوق، طبعا احنا قلنا بقى في لي كورس يتسوق، لو كلمه كورس جمع يبقى دي تسوق، اما لو كلمه كورس مفرد فدي تبقى سباق الايه الجري عندنا. ايه دي هو هيقول انا بعملها في محل الملابس، او بمارسها في السوبر ماركت، ولا بمارسهم مع والدتي، طبعا انت بتقول اين، يبقى انا عايز سوبر ماركت لانها خاصه بالايه بالتسوق، فهي طبعا رقم 5 هتاخد رقم بي عندنا. طيب في رقم 6 فو ترامي صديقك فو دي موند بيسالك سوكو فو زالي في بور لا فيت دو فوتر انيفرسير، يا صديقه بيسالك هتعمل ايه، ماذا سوف تفعل في حفل عيد ميلادك، فانت هتقول له انا سوف انظم حفل عيد، حفل تنكري، كلمه ديجوزي اهي من سنه تانية كلمه مهمه، ديجوزي يعني تنكريه، ولا جان فيتو مي زامي انا دعيت اصدقاء، خلي بالك الجمله هنا في الماضي، ولا ما مير والدتي
prepare du gâteau، هتجهز لنا جاتو. طبعا عشان الجملة كان السؤال في المستقبل، لاحظ allez faire. فرقم 6 هنا هتاخد اول واحدة لان دي الجملة المستقبل اللي عندنا. فرقم 7 إلي 5 الساعة ايه؟ 5 يعني الساعة 5. vous avez un rendez-vous à 4h50، وانت عندك ميعاد الساعة 4:50، يبقى انت متأخر. vous dites، انت بتقول je suis en retard، يبقى هي ايه الاولى على طول؟ je suis en retard، انا متأخر، ولا je suis en avance دي معناها متقدم يعني جاي بدري قوي، ولا جي سوي زالير يعني انا جاي في الميعاد بالظبط اكزاكتي موبيل يعني. ها رقم 8 ابري شاك ريبا، بعد كل وجبه. فوتر مير وديت، والدتك بتقول لك ايه؟ ليفت واتو، انهض مبكرا، ولا لا توا لدون، اغسل اسنانك، ولا ميلا تابل، رتب المائدة او ضع المائدة. طبعا هنا رقم 8 على طول هناخد بي اللي هي اغسل سنانك جيد او اغسل سنانك. رقم 9 vous demandez à votre ami، انت بتسأل صديقة ce que l'infirmière fait، ماذا تفعل الممرضة؟ الممرضة بتشتغل، طبيعة عمل الممرضة. la nature du travail de l'infirmière. ال دي هو هيقول، هي بتجهز الادوية، ولا بتساعد الأطباء والمرضى، ولا بتجهز الوجبات للمرضى؟ طبعا هي بتساعد الأطباء والمرضى، ده عملها، يبقى رقم بي صحيح. في رقم 10 vous parlez de l'avantage، انت بتحدث عن مزايا de la campagne، مزايا الريف. ما تنساش كلمة avantage يعني مزايا، désavantage اللي هي مساوئ. فvous dites، انت بتقول il y a de moustiques، في بعوض، ولا إليا دي كالم دو لير بير، في هدوء وهواء نقي. إليا دي بغوي، يوجد ضوضاء. طبعا احنا هناخد الاولى في رقم 10 عندنا اللي هي يوجد ايه؟ موستيك اللي هي بعض. داكو ها ننقل الصفحة اللي بعدها. في التمرين رقم 3 هنتكلم فيه طبعا برضو، هنكمل المواقف مع بعض. vous invitez، انت بتدعو انا مي ابغوندر لدنا، بتدعو صديق لتناول العشاء، وركز قوي في الوجبة ونوع الوجبة نفسها العشاء. فانت بتقول له، انت بتدعو صديق لتناول العشاء وتقول له je vais prendre le dîner avec ma famille، انا سوف اتناول العشاء مع اسرتي. ولا on donne ensemble jet de temps، يعني احنا هنتعشى سويا وانا بنتظرك. وانا عارف ان اون بتعبر عن الاقتراح والدعوة، يبقى هنا اون اللي هختارها. رقم سي، طبعا يوجد مطعم قريب من المنزل على بركة الله، يبقى هي بي هي صحيحة. في رقم 2 vous demandez، انت بتسأل à votre ami صديقك او ايل اباسي لا سواري، اين قضى السهرة. ركز بقى، قضى يبقى هنا ايه؟ ماضي، يبقى لابد هو يجاوب جملة في الماضي. الجملة اللي في الماضي هنا الاولى طبعا هقضي السهرة عندي، انا سوف امر عليك لقضاء السهرة، فده مستقبل مش نافعة. جيلي باسي شي مون كوزان، انا قضيتها عند ابن عمي. ولا جي سوي باسي ديفون، انا مريت ديفون لا بوتيك سواري، امام البوتيك محل ملابس اسمه سهرة. طبعا هي رقم بي. خلي بالك في الجملة دي، نوبة جاب لي بصي بمعنى يمر، ونوبة جابها لي بمعنى يقضي، وانا عايز يقضي، يبقى جيلي باسي شي مون كوزان، انا قضيتها عند عمي. دي الجملة الصحيحة. في الجملة الاولانية مستقبل، قلنا في الاخيرة دي معناها يمر، فمش ماشية في المعنى. هنكمل مع بعض رقم 3 vous êtes d'accord، انت موافق، avec votre ami، متفق مع صديقك يعني. فبتقول له ايه؟ اسف، سيبك منها خلاص. je suis contre، انا ضد، سيبك منها. يبقى هي الاخيره بقى، ساتافي، هذا الراي يعجبني كثيرا، ده انا متفق، يبقى على طول ادور على موافق. vous demandez à un ami، انت بتسال صديق، quel sport il pratique à la montagne، ايه الرياضه اللي بيمارسها في الجبل؟ بيجي في دماغي على طول الاسكالاد والسكي، ماشي على طول ادور عليهم. لا ده خلاص لقيتها اللي هي رقم سي، يبقى 4 خدت رقم سي اللي هي جي في دو سكي دو لاسكالاد. في رقم 5 فوترامي،
رقم 5 votre ami vous demande بيسألك او vous faites vos achats اين بتتسوق فطبعا هقول له اي سوبر مارشي مش نافع او جيمناز ولا عند طبيب الاسنان يبقى هي رقم بي صحيحة عندنا في رقم 6 vous demandez à votre ami la profession de son père يعني انت بتسأل صديقك عن مهنة والده هو حيقول إلي بوشي جزار ولا دي مكتبة ولا هو بيحب الرسم يبقى جزار على طول والدي جزار حاجة تشرف جميلة ومليانة لحمة في رقم 7 vous indiquez انت بتحدد ce que vous faites à la ferme ماذا تفعل في المزرعة بتعمل ايه في المزرعة ها بنعمل اسكات مش نافع ولا جيدونا مونجي او لابان اطعم الارانب ايوه هي دي من مهام الانشطه بتاعه الفيرم المزرعه ولا بنلعب العاب فيديو لا هي رقم بي صحيحه وانا واخدها ودارسها اكتر من مره عارف طيب رقم 8 فوترامي صديقك فوترامي ديموند دو كوا فوز افي بيزوان بور فير دو تنس انا عارف لما بلاقي كلمه بيزوان يحتاج يبقى ايه اللي انت محتاجه لممارسه التنس ده تنس يبقى عاوز كره صغيره وعايز راكت عندي رقم دو ان راكت اي ان بال مش نافع بالو ولا نافع مايو دو بان مايو دو بان ده بتاع السباح ده كوم ندخل في رقم 9 فو ديموندي انت بتسال صديقك سو كلام على كومباني ماذا يحبه في الريف هو بيقول ايه اللي بيحبه في الريف بحب الذهاب للسينما وبحب مشاهدة الحفلات الموسيقية بتاعت الأوبرا ولا بفضل التنزه في الحقول هي جي بريفير لا بروموناد دون لي شان هي دي الجملة الصحيحة عندنا داكو ناخد بقى رقم 10 فو ديموندي ا فوتر امي سو كيل في الويكند ها ايل دي بتسأل صديقك ماذا يفعل في عطلة نهاية الأسبوع بيقابل اصدقائه في النادي ولا العطلة تنتهي الاسبوع دي كول دي رائعة حلوة قوي ولا جي في بيوم ميرسي انا بخير شكرا طبعا هي الاولى عندنا اللي هي بقابل اصدقائي في النادي نيجي بقى في التمرين الرابع ونشتغل عليه كده مع بعض بالراحة فو ديموندي ا فوتر امي بوركوا ايل فا اوريون دو فيون دخلنا بقى في الريون ريون ريون اللي هي الاقسام بتاعت طيب ليه انت رايح قسم اللحوم عشان اشتري فراخ هي اول واحدة مش عشان اشتري سمك ولا بارسكو لا فيوند تريشير لان اللحمة غالية جدا هي اول واحدة طبعا فو ديموندي انت بتسأل فو ديموندي يعني انت بتسأل افوتر بروفيسور مدرسك شنو سبور بريفري رياضته المفضلة هو هيقول لك ايه فو ديت لا انت اللي هتقول بقى هتقول كال سبور لي زيليفون ايه رياضه التلاميذ بيمارسوها ولا كاسك فو فات بندون لي كور دو اي بي اس تعمل ايه في حصه التربيه الرياضيه ولا كاسك فو فات كوم سبورت هي الاخيره طبعا ماذا تمارس كرياضه في رقم 3 فوتر مي فو اتر ان فورم صديقك عايز يبقى في الفورمه في كامل لياقته انت بتقول له طبعا ما تاكلش ابدا تاكلش اطلاقا ولا اقول له نام متاخرا ولا اقول له الاخيره مارس رياضه وكل قليلا من كل حاجه كل قليل من كل حاجه ومارس رياضه يبقى دي رقم سي صحيح في رقم 4 فو كوموندي او سيرفر سو كو فو ديزيري يعني انت بتسال او بتطلب من السيرفي اللي هو الخادم الجرسون يعني ماذا ترغب انت عايز ايه يبقى انت بتسأله انت عايز ايه طبعا احنا هناخد رقم ابورتي موا اون بيتزا على فيوند هات لي بيتزا بالفيوند باللحمه دي صحيحه ولا انا عاوز 2 كيلو لحمه دي بتاعه جزار ولا احضر لي زجاجتين من الايه من الزيت دي بتاعه طبعا الايه البقال رقم 5 فو ديموندي ا فوتر امي انت بتسأل صديقك سو كو لونترين في ماذا يفعل المدرب المدرب بيعمل ايه ال دي هو هيقول ها ال جارد لو بو بيحرس المرمى ولا بيمرر الكوره
ولا بيجهز الخطة، هي طبعا prepare لاستراتيجي اللي هي بيجهز الخطة. فرقم 6 votre ami vous demande، صديقك بيسألك pourquoi vous portez de gants، ليه انت ترتدي قفازات، ليه انت واخد قفازات بقى وترتدي قفازات. ففوديت انت بتقول بور فير دو تنس، لممارسة التنس، ولا بارسو كو جو في فير دو لا بوكس، لان حمارس الملاكمة، ولا بور فير دو لا ناتاسيون، طبعا انا هاخد رقم بي اللي هي ممارسة التنس. Vous aimez beaucoup les produits de la mer، يعني انت بتحب كتير منتجات البحر. Vous dites au garçon، انت بتقول للجارسون، بتقول له ايه بقى؟ انا عايز سمك جريي مشوي، ولا انا عايز سمك فرود بارد، ولا voilà l'orion de produits de la mer، ها هو ريون اللي هو قسم منتجات البحر. طبعا انت بتقول للجارسون، فهتقول له انا عايز سمك مشوي اللي هي رقم A. يبقى 7 تاخد رقم A. رقم 8 votre ami صديقك vous demande، بيسالك pourquoi vous mangez selon la pyramide alimentaire، لماذا تاكل حسب البيراميد، بيراميد اللي هو ايه، الهرم الغذائي، عشان اكون بدين ولا عشان انا جورمون، جورمون طبعا جي سوي جورمون يعني انا شره، ولا بور افوار ان بون سانتي، عشان احصل على صحه جيده، طبعا هي عشان احصل على صحه ايه جيده، دي الجمله الصحيحه بالنسبه. بالنسبه لسؤال الجرامر هحاول احل معاكم التمرين الاولاني، والباقي باذن الله هتلاقوه في الاجابات، وبنزلها برضو كتاب جانيال، بس هنحله مع بعض سريعا كده. المثال الاولاني نو، نو ضمير توكيد بعده فاصله، الفعل متصرف مع ضمير ايه اللي بهاخد اون، اخد الاخير. في اللي بعدها كو، بعدها ابوستروف، فو فات، طبعا احنا عارفين ان ده ماضي مركب، عشان في فو هاخد افي، لان فعل فير ما بياخدش الا ايه افوار. Qu'est-ce que tu as vu dans la cour؟ ماذا رأيت في الفناء؟ Je n'ai vu، أنا لم أرى، ها؟ عندي كاسك على طول أخد ريان، طالما في كاسك باخد ريان طبعا. النفي انتوا عارفين كاسك وكوا وكلمة كالك شوز وأي شيء غير عاقل بياخد ريان. Les joueurs respectent، يعني اللاعبين بيحترموا، طبعا اللاعبين هنا بتساوي إلى فيك اس، يبقى هاخد لوغ اللي هي في النص عشان اللي بعدها مفرد. اللي بعدها فو فات كوم سبورت، يبقى كو فو فيت كوم سبورت، كو فو فات كوم سبورت، يعني ماذا تمارس كرياضة. الجملة اللي بعدها رقم 6 على فات دو ايير، يعني في حفلة امس، يبقى انا عايز ماضي مركب، الفعل واخد تبعية على طول، يبقى فعل ذو ضميرين مع اون، يبقى سي اول واحد. تي ني فا با سورتير، الان تخرج، اتوند موا، انتظرني، يبقى سي بلا، ده انا هخرج انتظرني. في رقم 8 ميسيو دي او فيان افيون، طبعا احنا عارفين ان كلمة افيون هي كلمة طائرة وكلمة مذكر، فهتاخد ست طبعا اللي في النص. اللي بعدها اسكو الفا على فيرما، يبقى بوركوا، لماذا هو ذهب الى المزرعة، لابد اكون واخد بالي من ترجمة السؤال، لماذا هي ذهبت الى المزرعة. باردو مسيو، اسف سيدي، انيا بلو، لم يعد يوجد خبز، طبعا كلمة بلي دايما بيجي معاها دو، والمعنى نفسه بيحكمني. مون بير اني، والدي ولد، اون ماي، انا عارف ان الشهور وفصول السنة ما عدا الربيع بياخدوا اون طبعا مع الازمة. اوكي هسيبكم بقى لشوية الجرامير الجايين، وبإذن الله لو كتبتونا في التعليقات هحلها لكم كلها وارفع الفيديو بتاعها. مرسي لكم كتير جدا، و أوروفار مع حل تاني، وحنزل لكم مراجعة قوية جدا بإذن الله يوم الحد، نستمتع بيه.